لما ناخد دواء الكورتيزون معقولة نعاني من زيادة الشهية وزيادة الوزن، ولكن كمان معقولة نعاني من الديستريبيوشن تبع الدهون اللي رح تتغير بالجسم، يعني هالدهون رح يصيروا يتكدسوا بالمنطقة العلوية، يعني بالرقبة بالصدر بالإيدين، حتى الوجه رح نحسه انه بلش يتدور، بنسميه مون فيس. كل هيدول هو اكيد سايد افكت تبع الدواء، لذلك لازم ننتبه انه كل ما تطول مدة التريتمنت تبعنا كل ما نحن معرضين اكثر انه نكسب الوزن. لازم ننتبه انه هيدول تكديس دهون مش بس ووتر ريتينشن، لازم ننتبه على الدايت تبعنا من خلال تخفيض الكالوريز، تخفيض الكربوهيدرات، يعني كل شيء نشويات وحلويات وسكريات، ولازم كمان بذات الوقت ننتبه على الملح تحت ما يصير عنا ووتر ريتينشن.